أمامكم الكتاب وهو مقالات نقدية في الشعر والنثر، وهو خلاصة 10 سنوات أو 10 سنوات من العمل الجاد من حيث من الجانب الأكاديمي، أي دراسات في مستوى الماجستير، دراسات أكاديمية وكذلك دراسات إبداعية. الحمد لله لاقى هذا الكتاب صدى يعني لحد الآن، وهو لم يمر على صدوره أكثر من شهر أو ربما حتى أقل، حيث أن وسائل الإعلام المسموعة خاصة اهتمت بهذا الكتاب وكذلك وبعض وسائل الإعلام المكتوبة. ونرجو أن يحظى هذا الكتاب بالقراءة المدققة نظرا لكوني يعني قضيت حوالي كما قلت 10 سنوات في كتابته، وهو يعني كتاب جدير القراءة، أعتبره شخصيا لأنه يعني مشتغل عليه بشكل جدي وكبير، ونرجو أن نكون عند حسن الظن. أن للكتابة أهدافا بعيدة المدى، هذه الكتابة التي تغوص في الذات البشرية الإنسانية في عمق الوجود، في العالم أو الواقع الاجتماعي والثقافي من خلال طبعا التراكمات الثقافية والإبداعية وكذلك القراءات، وكذلك من خلال معايشة الواقع وممارسة الكتابة كفعل من أفعال الوجود. وأنا شخصيا يعني لدي أكثر من 30 سنة في القطاع الثقافي وكذلك الصحافة الثقافية وكذلك الشعر والنثر، أكتب الشعر والقصة والنثر على حد سواء والمقالات الصحفية، وأعتبر أن الكتابة شأنا مهما بالنسبة إلي وأوليها أهمية كبرى في حياتي. حين نحاول أن نقيم وضع الكتابة في تونس نجد أن هناك كتاب وشعراء وأدباء وكاتبات، أيضا كتاب وكاتبات يشتغلون ويشتغلن في الصمت، وهناك حركة إعلامية وطفرة إعلامية وثقافية مهمة ومميزة في تونس، ولكن هناك بعض الصعوبات في حيث نشر الكتاب، فهناك بعض كما نقول بعض الجوانب التي بقيت يعني منقوصة. بعض الشيء هي نشر الكتاب وتحويله إلى عالم ورقي، هذا يتطلب جهد، والترويج الكتاب أيضا على مستوى عالمي وعربي، نرجو أن تتحسن هذه الأمور في المستقبل. أما بالنسبة للكتاب الذين تأثرت بهم، أنا قرأت كثيرا في الحقيقة منذ الجاهلية وإلى حدود اليوم، يعني سواء على مستوى الكتابة التونسية أو الكتابة شعر تونسي أو نثر شعر والنثر التونسي والنقد على حد سواء، وكذلك الشعر والنثر والنقد العربي والشعر العالمي أيضا باعتبار أنني أستاذة في اللغة والأدب العربية. بالنسبة للتأثر، هذا ربما كان من سنوات، من 30 سنة كنت يعني أقرأ لنزار قباني ولمحمود درويش ولفدوى الدخان ولنازك الملائكة ولنوال السعداوي ولغادة سمان، ولكن اليوم في حقيقة أعتبر نفسي بكل تواضع يعني قد تجاوزت مسألة التأثر، لأن الشاعر والكاتب الحقيقي هو الذي يضع بصمته الخاصة ويكتب ذاته ويبرز ويبين أنه بإمكانه أن يقدم الأفضل والأحسن لجمهور المستمعين والقراء. طبعا وسائل التكنولوجيا الحديثة قد طغت على العالم وغزته وجعلت من الكتاب يعني وقد يعني أنقصت من قيمة الكتاب، ولكن نحن نحتاج إلى مجهودات كبيرة خصوصا في الترويج من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والمكتوبة على حد سواء. نحتاج إلى المزيد من الترويج والتعريف بالكتاب ونشره على مستوى عام ومستوى عالمي أيضا، لأننا ما أحوجنا إلى أرشفة التاريخ وأرشفة الذاكرة، فطبعا الكتاب هو المحمل الرمزي الأساسي الذي يمكن أن يبقى للأجيال القادمة ويمكن أن يؤثر في التاريخ الحضارة والثقافة العربية، وكذلك أن تكون له مكانة كبرى في ذهن المتلقي لأنه يبقى ويكون عابرا ومتجاوزا للمكان وللزمان. أقترح المزيد كما قلت من العناية بقطاع النشر وكذلك تحسين من جودة الورق، يعني من جودة الورق، وكذلك تشجيع الكتاب والشعراء الذين ربما قد لا تكون لهم الإمكانيات الكافية لنشر كتبهم. أقترح يعني طريقة استراتيجية جديدة في العمل لدعم الكتاب والشعراء، لأنه في الحقيقة دور النشر ما زالت هي صحيح يعني تستأثر دائما بالحقوق وغيرها، ولكن ما زالت العلاقة بين الكاتب ودار النشر ما زالت يعني تنقصها بعض الجدية وبعض الأمور، خاصة أن الكاتب دائما يكون دوره مهضوما في هذا الجانب. في الحقيقة هذا هو نادي الحياة قصة للأطفال، وهو نادي يعنى بترغيب الأطفال في المطالعة وتعويدهم على التحاور وعلى الحوار والتعاون فيما بينهم،
وهذا النادي كما قلت عنوانه نادي الحياة القصة، وقد أسسته هو من 6 سنوات بدار الثقافة التي أشتغل بها باعتباري أشتغل كأستاذ التنشيط الثقافي. وهذا النادي يلقى رواجا كبيرا، وفي الحقيقة أبدى الأولياء تحمسهم الكبير لهذه التجربة التي تمكن أبنائهم من الابتعاد عن مخاطر الشارع وعن وسائل التواصل الاجتماعي. أنا في الحقيقة لست كثيرا نسوية، ولكن بحكم يعني وجودي كامرأة مختلفة تكتب وتعبر عن الواقع في مجتمعي، أجد نفسي أحيانا أو في بعض الحالات من أغلب الأحيان أميل إلى ما تكتبه المرأة، ولكن طبعا دون أن ننسى أن الرجل والمرأة متساويان من حيث الحدود ومن حيث أيضا الإمكانية الكتابة. ولكن طبعا أنا أميل أحيانا إلى إنصاف بعض النساء اللواتي ربما هدم حقهن ولا يجدن حظهن. وأنا أيضا قد درست في مستوى الدراسات العليا القضايا الجندرية وغيرها، وأحيانا يعني في بعض الأحيان أكتب في بعض الصحف الأسبوعية والمتخصصة الملاحق الثقافية، وكذلك على صفحتي على الفيسبوك حول قضايا المرأة ومعاناتها باعتبارها ما زالت ترزح تحت قيود وتحت ثقل المسؤولية العائلية مثل الأمومة ومثل العمل وغيرها، دون أن ننسى أن هناك يعني الرجال، بعض الرجال الذين يدعمونها على قلتهم. الأدب النسائي هو كامل في نقصانه، بمعنى أنه صارت المرأة العربية والتونسية أشواطا كبيرة نحو التعبير عن ذاتها والتأثير أو كسر حاجز الممنوعات والتابوات والمناطق المحرمة في الكتابة، ويحاولن أن يعبرن عن قضاياهن ومشاغلهن ومشاكلهن ومشاكل مجتمعاتهن. وطبعا بطبيعة الحال هذا يتطلب تراكما وجهدا ويتطلب سنوات وسنوات من العمل. بطبيعة الحال أنا بالأساس شاعرة يا سيدتي الفاضلة، حيث أنني كانت باكورة أعمالي سنة 2013، وهي مجموعة شعرية في قصيدة النثر بعنوان شردني التين ذات تفاحة، وأنا أميل كثيرا إلى الشعر. ثم بعد ذلك انتقلت بعد سنوات، وكان هذا الكتابة كانت هذه الكتابة بالتزامن مع الكتابة الشعرية، حيث نشرت مجموعة قصصية بعنوان نقوش في جسد المخام وهي أمامكم، وقد تحصلت فيها على جائزة بيدة بشير للكتابات الإبداعية النسائية. ثم بعد ذلك نشرت هذا الكتاب وهو مقالات كتابة النقد، مقالات نقدية في الشعر والنثر. وأعتبر أن البحث عن الذات دائما ما زال يحتاج إلى الجهد والعمل والمثابرة، بمعنى أنني لن أتوقف عند هذا الحد، وإنما الكتابة تمثل بالنسبة لي رحلة وجودية قادرة على تمثيل الكتابة العربية والكتابات النسائية إلى ما هو أفضل، بمعنى الكشف عن ذات المرأة المثقفة اليوم وهنا، وكذلك هذه المرأة التي تبحث عن المعنى وتبحث عن ذاتها في الزمان وفي المكان. البداية كانت تقريبا سنة 93-94 من القرن الماضي، حيث كنت تلميذة في الثانوي وكنت أكتب بعض المقالات وبعض الخربشات الصغيرة على كراسي المدرسية. وفيما بعد تعرفت إلى أصبحت أولا أراسل المجلات والصحف التونسية الموجودة والملاحق الثقافية الموجودة آنذاك في المشهد الثقافي التونسي في أواسط التسعينات. وانطلقت تجربتي مع انتمائي إلى نادي الأربعاء الأدبي بالنادي الثقافي الحداد، حيث صقلت تجربتي وانطلقت في النشاط والنشر في مستوى الصحافة التونسية، إلى أن جاء موعد أو جاء قدر في نشر هذا الكتاب الذي نشر بعد جهد جهيد سنة 2013، وهو كما قلت لك في قصيدة النثر، ويعتبره النقاد من أهم الكتب التي صدرت في العشريتين الأخيرتين. وطبعا ما زالت التجربة متواصلة باعتبار أنني أكتب مئات المقالات والقراءات النقدية وكذلك الشعر والنثر في الصحف والصحافة العربية والتونسية، التونسية خاصة ثم العربية، بعض المقالات في الصحافة العربية مثل القدس وأخبار الأدب قديما. يعني أنا أحلم بأن أكتب سيرة ذاتية، ما زال الأمر يختمر في ذهني، وأنا بطبيعة الحال مقلة في الكتابة لأنني أعتبر أن جودة الكتابة وجودة الكتاب وأهمية الكتاب الذي يكون مشتغل عليه ويكون مشتغلا عليه هو أهم شيء. هذه مجموعة شعرية بعنوان نقوش في جسد من الرخام صادرة بتونس عن دار البدوي للنشر والتوزيع لسنة 2013، وهي في الحقيقة خلاص 23 سنة من الجهد والاشتغال والنشر في مستوى الصحافة الورقية
التونسية والعربية، وقد جمعت فيه خلاصة هذه التجربة، وهي كانت تجربة مريرة بين ظفري وصعبة، لأنها تجربة البدايات، تجربة المراهقة، وبعد ذلك تجربة سنوات الشباب، وكذلك سنوات الاشتغال في القطاع الثقافي، وكذلك النشاط في الجمعيات والدراسة الأكاديمية في الجامعة، وهي مجموعة قصيدة النثر وتحتوي على بعض القصائد الحرة، ولكن طبعا هي محورها قصيدة النثر، وتتمحور حول الذات وعذابتها وعذابات المرأة المثقفة. هذا الكتاب الثاني هو نقوش في جسد الرخام، وهو مجموعة قصصية كتبت بالتوازي مع المجموعة الشعرية الأولى، وقد نشرتها في الصحف طوال 22 أو 23 سنة، وهي تتحدث عن كما قلت يعني تقريبا هي تشبه المجموعة الشعرية الأولى في مناخاتها، حيث تتحدث عن معاناة فتاة مثقفة في وسط ثقافي مليء كما قلت بالأشباه وبالأشباه المثقفين، وهي تتحدث عن معاناة امرأة تحاول أن تشق لنفسها طريقا وسط الزحام. وقد تحصلت هذه المجموعة على جائزة زبيدة بشير، جائزة كريديف مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلان حول المرأة، وهو بتونس العاصمة بالمنار 2. وأنا يعني قد لاقت هذه المجموعة صدى إعلاميا لا بأس به، خصوصا من قبل الصحافة المسموعة. أما هذا الكتاب فهو خلاصة 10 سنوات من العمل مثل ما قلت لك والاجتهاد والجهد، وهو كتاب نقدي بعنوان مقالات نقدية في الشعر والنثر، وقد كتبته طوال 10 سنوات من عمري، أي منذ سنة 2010 إلى سنة 2020، وهو خلاصة تجربة في مستوى الماجستير، يعني أبحاث وندوات أدبية وثقافية، وكذلك كتابات إبداعية لكتاب وشعراء وكذلك كاتبات تونسيات وعربيات، وحاولت أن أقدم من خلاله خلاصة هذا المجهود غير الهين بالمرة. المرأة هي دائما ليست مرتاحة، تعلمين ما تحمله المرأة على عاتقها، هذه الأم، هذه المرأة العاملة، هذه الفلاحة، هذه الكادحة، هذه المثقفة في الوسط الثقافي التي تدفع الثمن باهظا وتضحي بحياتها، حتى حياتها الشخصية أحيانا، حتى ترضي نقادا أو ترضي جمهورا قد لا يكون موجودا في الأصل. لذلك فأبسط حقوقها أن يقع احترامها، وأن يعني يحتفى بكتاباتها بشكل جيد، وأن تقدم في منابر ثقافية وإعلامية وغيرها بشكل جيد ومحترم ويليق بها. أنا أرى أن الكثير من السيدات والأنسات قد أصبحن يحظين باهتمام إعلامي كبير، هذا ربما يعود وبالتأكيد يعود إلى مجهوداتهن الشخصية، وإلى أنه وقع كسر الحواجز والممنوعات بين ظفرين، وأصبحت المرأة تعبر عن ذاتها بشكل جيد، وأصبحت أيضا تدافع عن نصها، وتحررت قليلا من القيود ومن المكبلات التي كانت تكبلها، وهي تحية شكر وتبجيل واحترام لكل سيدة تحترم نفسها وتقدم بقلمها أروع الكتابات. أقول لها اعملي ثم اعملي ثم اعملي، بمعنى عليك أن تبذلي أقصى قصارى جهدك وأن تقدمي نفسك في أحسن صورة، لأن العمل هو الأساس بالنسبة للمرأة حتى يعني تشق لنفسها طريقا وسط الأشواك، وسط عالم مليء بالاكتئاب والمتناقضات. والمرأة الحقيقية هي التي تقبل دراستها، وهي التي تحفر في الصخر، وهي التي تقدم صورة جميلة عن المرأة التونسية والمرأة العربية. أنا أحب كثيرا غادة السمان ونوال السعداني، لأن كتاباتهن تشدني في العمق، ولأنها كتابات تنطق بواقع المرأة العربية، ولأنها كتابات فيها الكثير من التجريب على الكتابة، وفيها أيضا الكثير من البحث، وطبعا الكتابة تتطلب جهدا كبيرا. وهاتين السيدتين اللتين ذكرتهما هما أبرز نموذج للمرأة الكاتبة العربية التي دفعت من عمرها الكثير، حتى ربما تعبد الطريقة لشقيقاتها ولأخواتها ولصديقاتها العربيات.